المهم أنا هنا لأشرف ضمن هذا الجمع الكريم على مراسيم تنصيب السيد الوالي الجديد لولاية عنابة الذي أهنئه بالثقة التي فاز بها التي نالها من قبل السيد رئيس الجمهورية على أولا تجديد الثقة في شخصه وتعيينه على رأس ولاية مهمة معتبرة ولاية عنابة وما أدرك. هذه الولاية ذات يعني المؤهلات لا متناهية من كبريات الولايات. هذه الولاية التي كان يشرف عليها سيد جمال بريمي الذي قام بإنجازات تشهده لها يعني كل من يشهد لها كل من عمل معه بتفان بروح مسؤولية بتواضع. الآن لإمضاء مراسيم النجاح في خدمة هذه الولاية وساكنتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطينا السر اللي يبقى تاعك على ما راك كيما راك قلت منذ اكثر من 30 سنه كيما راك